نفذ عدد من أصحاب محلات الملاحم في منطقة الطيبة بالعاصمة عمان وقفة احتجاجية الثلاثاء أمام محلاتهم احتجاجا على إجراءات الأمانة والحكام الإداريين بإغلاق محلاتهم وإيقاف عدد منهم، وذلك بسبب عدم التزام عدد من أصحاب المحلات بالتعليمات الصحية والسلامة العامة. وعبر أصحاب محلات الملاحم عن استيائهم من هذه الإجراءات التي وصفوها بالقاسية والمجحفة. أن هنا نتواجد في منطقة الطيبة بخربة السوق وبالتحديد من أمام سوق الملاحم، وذلك لنقل الوقفة الاحتجاجية الذي قام بها العاملين وأصحاب المحلات محلات الملاحم في هذه المنطقة، وذلك بعد إغلاق واعتقال عدد من أصحاب والعاملين في هذه الملاحم. ولمزيد من التفاصيل معنا أحد أصحاب المحلات هنا الملاحم، تطلعنا على ماذا جرى يوم أمس. نعترف ونقر أن احنا مخالفين، لكن نود أنه انهي الوضع. أنا بحكي لك نعم. على نعم. عندي ملحمة وكانت في إنه مشكلة، والمشكلة مع الأمانة وتحولت لدى عطوفة المتصرف. الأمانة كل سنة في رمضان بعطونا واسمحونا انهم ان لانه سوق في رمضان وفي حركة بصير وفي عطالة وبطالة في البلد، واحنا ناس من هالبلد مش من خارج هالبلد. فعطوفة المتصرف اعطانا اول مرة مدة 15 يوم لتصبيب ببضاعنا، وانا تعهدت قدام المتصرف والتزمت ان قدام المتصرف عن اللحامين انا ومعاي عدة اشخاص من الملاحم من أصحابين الملاحم إنهم يصوبوا أوضاعهم لمدة 15 يوم. فالتجأنا وصوبوا أوضاعهم لمدة 15 يوم. بعد ال 15 يوم صارت معاكسات بين أحد الأشخاص والمتصرف عطوفة المتصرف، وللأسف إنه باقي اللحامين راحوا فيها. فما التزموا ولا نفذوا أي أمر من أوامر المتصرف. والله يا اخي على سلامتهم اصحاب الملاحم. ما بعرف، انا جبت ملحمه من عند طلال اللحام من المسلخ حوالي 15 راس، فقطعوا لي اياهم من باب المحل، فهم علي؟ من اصحاب المحل عند الاخ ابو عيسى وعند اولاده، فقطعوا لي اياهم واخذتهم وسحبت حال واحد، فكان محلهم يعني خارج المحل، يعني مسكر المحل، خارج المحل هذا الحكي. وشكرا للجميع يعني عدم المؤاخذه. والله طول عمر الطيبه ملتزمه في اللحم. اما بالنسبه للسيارات باب الملاحم ما فيش التزام. اللحامين الكبار هم اللي مسيطرين في السوق هنا، واللي رايحين فيها صغار، يعني ما في اي مشكله. انتم يعني اصحاب محلات بشكل عام، يعني هل يعقل ان هذه الخراف او الماعز الموجوده امام الشارع الرئيسي هل هي منظر مثلا لائق او لها مكان مخصص؟ والله ما هو منظر قدام الملاحم هون، مش منظر، لأنه في جيران وفي سكن وفي ناس، يعني ريحة الطيبة في الليل والله ما هي ريحة من عملية السيارات. يعني المشكلة الوحيدة هان عندنا هي السيارات. طب ما هو الإجراء الذي اتخذه من قبل المتصرف؟ المتصرف ما بده سيارات يقفن على الخط، وهو على حق يعني مش على باطل. يعني زلمة بقول لك أنت جوا المحل اذبح زي ما بدك، لكن خارج المحل، خارج على الشارع إلي. نعم، ما زال مشاهدين كما تحدثنا، هذه هي أبرز يعني المطالب، أو بشكل عام هذه الإيضاح الذي ما جرى، يعني التي ما جرى هنا في سوق الملاحم بمنطقة الطيبة، وهي قيام متصرف المنطقة بمنع المركبات التي المحملة بالمواشي المصطفى على الشارع الرئيسي أمام هذه الملاحم، والذي أكد أصحاب المحلات واللحمين هنا بالالتزام بتعليمات متصرفية المنطقة بعدم وقوف هذه المركبات للحيلولة دون إغلاق هذه المحلات عن العمل.